يا مودي. اوف ده اقوى من اللي قبلي، اقوى من اللي بتاع باي. تعال نجرب ده. ايه ده؟ ده تقريبا في انفجار طالع من تحت الارض. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ اوه حلوه دي. ده صورة رعد وبر. تعال نشوف كده. فين البار؟ اهلا يا شباب، رجعنا اليوم بفيديو جديد من مود التي ان تي، ونفس ما تعودنا كمان مودي معاي. بس اليوم يا شباب راح نجرب وراح نختم التي ان تي كله. زي ما انتم شايفين اخذنا كل التي ان تي اللي بالصندوق، التي ان تي الضعيف، واخذنا كمان الثلاثه تي ان تي اللي فاضلين معانا اللي هم التي ان تي الكبير، وراح نجربهم كلهم. اوكي يا مودي؟ تمام. بس بصراحه انا خلاص يعني شوف كميه اللاج اللي قاعده تصير عندي من هذا العالم مش طبيعيه. عايزين نبعد مسافه 1000 بلوكه مثلا. يب بص خلاص، بما انه احنا خلاص خلصنا فانا هكسر الحاجات دي. اوكي تمام، والبتاع ده خلاص تمام. وشباب على ما نلاقي المكان اللي راح نجرب فيه اخر تي ان تي معانا، انزلوا تحت اشتركوا في القناه، ولا تنسى كمان تحط اللايك على هذا المقطع في بداية روحكم. يلا بينا يا شباب. طيب يا شباب، رجعنا لكم بعد ما لقينا مكان او رحنا لمكان كويس وما في لاج والامور طيبه والعالم لسه شغال. بس والله لسه في لاج يا مودي. هنعمل ايه طيب اكثر من كده؟ خلاص لا خلاص مش مشكله. ده اسمه تيليبورتيشن. ده بيعمل ايه؟ الله اعلم، بس يا رب ما يرجعنا للمكان اللي كنا فيه في الاول. يا رب. اوه كل حاجه حواليك. حلو ده. انا عجبني الحوار ده، عايز اجربها تاني. ما بلاش، تخيل اسحب لك الحاجات اللي كانت مدمره هناك. لا لا. عايز لحمه؟ عايز صوف؟ قول لي. عايز حاجه؟ قول لي. كل ده محتاج. يا عمي بس والله ازعاج. ماشي نجربها. انت عارف احنا هنا محتاجين لفلات عشان تقص كل الشجر؟ يمكن سحب كل منتجاته. ولا ايه ده مالي انا؟ والله بص حلوه دي. تعال نعمل واحد تاني. يلا ايه ده حتى التليبورتيشن. ايه ده؟ ده جات لك كل البلوكات اللي كانت محذوفه. والله تصدق؟ هيعمل سجن. انا مالي يا عم، انا مالي يا عم. والسجن التاني فضي. ايوه. اوه بقول لك انا جت على بالي حاجه اجربها. لا يا تامر. مودي تامر، اعتقد انت عرفت انا عايز اعمل ايه. لا يا تامر، العالم كله هيبوظ. استنى هعمل دي الاول. استنى وربنا اللي نفخهم. استنى انا مش سامع حاجه. انا مالي. اوه طب بقى ده البذر يا عيني، الحصان اللي كان بيقع. اوه كده بجد الخرفان، ايه اللي حصل فيهم؟ يا عيني ماتوا. ده ايه بقى؟ لايتنج. لايتنج. لايتنج ماشي لايتنج. اوكي تعال نجربه هنا. هو ضوء، بس ضوء ايه ما نعرفش. ده صورة رعد وبر. تعال نشوف كده. فين البار؟ هو كان فيه بار اصلا. يا لهوي بقى لحمه مفرومه يا عيني، لحمه مشويه. حط كده كميه مع بعض كده شوف اللي هيحصل. اوكي هنزل اجيبه تاني. تعال نحطه هنا. حط كده في نص البار. حط مثلا اربعه كده او خمسه. طب بص انت بتعمل ايه؟ وات؟ عايز احبسها. استنى
وربنا احبسها احبسها. انا عايز اشوف هيهرب ازاي دلوقتي. جاهز؟ يلا. سلام. ضعف. اللحمة فين؟ هو بقى اصلا دي اتحرقت. كفاية كفاية كفاية. منظر جامد. مين عايز بقى اسطورة عالكهرباء؟ تعالى نجرب ده. ايه ده؟ ده تقريبا في انفجار طالع من تحت الارض. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ اوه حلوة دي. هي طارت في الهواء الاول ونزلت كده يعني في كل حته، فاهم؟ ايوه. ده اسمه مايننج. ايه مايننج بقى؟ مايننج يعني خليها تحفر، يعني نزلها تحت وولعها. نشوف كده ايه اللي هتعمله. اوه دي بتشمع. اوكي اوكي فاكر دي؟ ماشي ماشي، انا عندي فكره هنعملها. هننزل هنا طيب، وهنحط المايننج. تمام حطها. تمام. وهقول له ولا هننزل بعدين نشوف ايه اللي حصل تحت. واو شمع لك المكان ده في كنوز هنا. واو ازيك يا باشا؟ تمام. خد دي يمكن هتعجبك. استخدمها ما تخافش. تعال نجرب الريك. يلا. مش عارف انا مش مطمن للحاجة اللي اسمها ريك دي، حاجة مش عارف. ده غير على الارض. عايز تزرع مزرعة استخدمها بس. يعني ايه وورب؟ باشا دلوقتي هنشوف يعني ايه وورب. اجري. ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ ده نقلك. ما كنتش نقلك للعالم الاول. لا لاني فين؟ مش عارف انا فين امودي؟ اللعبة علقت. ايه اللي بيحصل يا باشا؟ ده الشمس تحت والقمر فوق. انا شايفك هتعمل انت فوق. ايه ده؟ نقلك في نص البحر. انا فين؟ في نص البحر. نقلك مكان عشوائي. اوه حلو ده. والله اسطورة. لو انت عايز تحكي انا هشتغل على طول استخدمه. ازيك يا معلم؟ انا جاي زياره هنا، انا ما اعرفش حد هنا، انا مش من شرم. طيب شباب رجعنا لكم من جديد بعد ما بدلنا العالم. طبعا حفرنا حفره انا ومودي وحبسنا فيها كم حصان، يعني بتاع 100 حصان تقريبا. وعايزين نجرب عليهم. مودي اختار واحد. عندك واحد الوان، واحد اسود واصفر، واحد كده شكله فضائي. بص بص يا مودي، ده واحد. أنا أقول. بص شايف شكله؟ ده بص انا اقول لك اسمائهم. ده اسمه بص، ده اسمه بلاك هول، وده انتي دايمنشنال، وده بوم تي ان تي ذا جولد بليتد مش عارف ايه. بص احنا هنجرب ده الاول. قول ماشي. قول جرب انا ده؟ انا نقي الثاني عشان الثاني تقريبا كلهم اساميهم قويه ما عدا الاخير اللي هو الالوان، فده تقريبا يعني حاجه إيه؟ بسيطه. نجرب جرب ده. ماشي نجرب ده. خلصان نجرب ده. مش هتعرف. باشا باشا لو سمحت حاجه اسهل حاجه اسهل. بص ايوه بس خلاص ولا بقى خلاص ولا. واحد اثنين ثلاثه اجري.
باي باي هورس. ايه ده؟ كل الحصانة وقفت. اوف، ايه اللي هيحصل بقى؟ كل الحصانة وقفت. يا لهوي، العالم علق. لا ده خلاص قربنا. اوكي تمام. ده مش بيترمي كمان. اوكي دي اللعبة كلها وقفت. يب، وايه اللي بيحصل؟ مش عارف. انا خايف على الحصان اللي تحت. اللي بيحصل بقى انا هخلي ايه ده؟ ده ايه ده بقى؟ نص الحصانة ماتوا. صوت قبل الصورة. يا لهوي، انفجار قوي تقريبا. بس مش عارف، انا شفت انفجار حصل بس ضعيف، بس لسه برضه معلقين. تصدق بص، لا تخرج قبل ان تقل سبحان الله. شايف؟ بيطير الحصانة، تقدر تطير من غير جناحات. ايوه شايف. يا مودي اوف، ده اقوى من اللي قبلي، اقوى من اللي بتاع باي. فاكرها هتعمل اوف، دي اقوى منها بمليون مره. اوف، الحصانه لسه عايشه ازاي؟ في حصانين عايشين ازاي يا باشا؟ انت كويس؟ انت كويس؟ ادي له ده حصل عنده لاج، ده معاه لاج. اوف، ده ضاع. مد ضاع. ده لسه في امل. ده مد ضاع. ده تقريبا والله ده ماشي مات. اوف يا مودي، ده اكبر من اللي صورناه في الحلقه اللي فاتت، فاكر؟ ايوه، اكبر من باي. ده احنا اللي باي. شايف؟ ده احنا اللي باي بجد. ده الجهاز اللي باي ده وعمل كده. طب الاثنين اللي معانا هيعملوا ايه؟ طب بقول لك، احنا لسه معانا انتي دايمنشن وبلاك هول. نجرب ايه؟ البلاك هول. تحس الالوان كده فخمه شويه. ماشي، يبقى خلينا نبعد شويه بعيد. ايه رايك نجرب في القريه دي؟ يلا نجرب فيها. ماشي تعال. يا رب تكون القريه فاضيه وما فيهاش حد. فيها فيليجر. احنا اسفين يا جماعه. زكا باشا، احنا بس بص، احنا هنجرب البتاع ده عندك هنا ونقرا على طول. اوكي، يعني مش هناخد وقت. سريع بيقول لك مسافه. I know. ونجري بعيد. يلا. ربنا يستر من اللي هيحصل. ماشي. ايه ده بيعد؟ سمعتوا؟ هاي ازين. ايه ده؟ بيقول لي اديني مساحه. سبيس سبيس. ازيك يا باشا، انت كويس؟ انت خايف؟ ده قاعد في الزاويه، ماليش دعوه باللي بيحصل. واو، انا متخيل. ايه ده؟ ده بيدعي الرب. بص بص بص، بيدعي. ده بيدعي يا رب. ده بيطير. حاجات غريبه بتحصل. طيب شباب، راح نوقف الفيديو، راح نشوف التوقيت هذا اللي قاعد يعد على ما يوصل 100، راح نرجع لكم مرة ثانية. خليكم معانا ولا تروحوا لبعيد. وإذا لسه ما حطيت اللايك، انزل تحت وحط لايك، أنا شايفك. شباب، أنا حرفيا صار لي موقف الفيديو تقريبا نص ساعة. مودي نام وصحيته مرتين. ولسه العداد، يعني شوفوا، لسه واصل 99.1%.5. يعني قربنا. اوكي اوكي مودي، 99.9%. مودي جاهز؟ يب يب يب.
شباب حرفيا نص ساعة أنا موقف، والله يا ميت نص ساعة أنا موقف التصوير حرفيا. الله أعلم من اللي حيحصل. شو شايف اللاج اللي عندي أنت ولا لا؟ أيوة أيوة. ما بيطفي مرة واحدة. إيه ده؟ أيوة صح. ألو. والنار اختفت. أيوة. إذا أوكي. اللي حصل؟ الله يستر. أيوة. أنا عايز أهرب زيادة فوق. ماشي إيه ده؟ الجهاز علق. أنا عندي لاج مش طبيعي. يب إيه ده؟ والله ما اعرفش ايه اللي بيحصل بجد. بص 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 علق الجهاز. شباب نصيحة، اللي جهازه ضعيف لا يجرب هذا المود، بالذات مع هذه القنابل الكبيرة تي ان تي الكبيرة لا يجربها. ممكن يجرب التي ان تي الصغير، تي ان تي التشيزي الجبنة بس. ايه ده؟ مودي شفته؟ ده اللي بلاك هول. واو اوف اوف، ده كان فاضل يا معلم بس ينهي على البيدروك. يا لهوي انا مش قادر اتحرك، انا مش قادر اتحرك مودي. اوف على المنظر، المنظر مرعب. ده كل حاجه. اوف والله اسمع، انا مو قادر اتحرك حرفيا. مو قادر اتحرك. ده اللاج ده فين؟ مو قادر اتحرك. ده دخل على الانفجار التاني. اوف لا 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 تحكي لي حيمسح العالم يا جماعة. كمية الرندر اللي صارت في مش طبيعي. شوف الشمس كيف باينة. هو المفروض دلوقتي دور القمر، الشمس بانت من تحت الارض فاهم. يا لهوي شباب شايفين كمية لاج اللي عندي؟ انا مو قادر امشي. كله اتمسح، مسح مسح العالم. شايف الجبل اللي كان موجود قدامنا كيف اختفى؟ يب ولا كأنه كان موجود. بص دخل على الحفرة التانية. اوف ده مسح الحفرة كمان. حبايب قلبي اتمنى يكون عجبكم المقطع. التي ان تي الاخير هذا ممكن احنا نجربه بعدين في حلقة ثانية، ما بعرف يعني ممكن نعمل له حلقة لحاله صراحة يعني. هذا التي ان تي والله خفى العالم خلاص. ما في يا ريت تكتبوا لي تحت في التعليقات اذا شفتوا اكبر من هذا التي ان تي. انا ما اتوقع صراحة. لو عجبتكم هذه السلسلة احكوا لي شو المودات اللي حابين نجربها. وبس لا تنسوا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وكمان تحط اللايك يا اسطورة.